بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هذا الفيديو راح يكون عبارة عن أول فيديو في شرح مادة Structural Dynamics، ومادة Structural Dynamics هي مادة ماجستير بالعادة، بتكون مش مادة بكالوريوس، من مواد Structure، يعني ماجستير Structure. إن شاء الله بهاي المادة السلسلة راح أحاول إني أشرح المادة بناء على فهمي إلها، وإن شاء الله نحاول نقدر نحل أسئلة ونفهم الكونسبت كتير، لأنه إحنا مهم إنه نفهم الكونسبت للمادة. المادة طبعا مش صعبة كتير يعني، بس الفكرة لازم تكون متعود على حل المعادلات، أساسيات رياضيات، معادلات تفاضلية، تكاملات وإلى آخره. فلازم يكون عندك خلفية عن الرياضيات عشان تقدر تمشي فيها بسهولة، وإن شاء الله المادة راح تكون سهلة، ومع التركات اللي فيها راح أحاول قدر المستطاع إني أوصل المعلومة فيها، وتقدر تكون قادر إنك تحل الأسئلة. طبعا المادة مثل ما بنرفض الكتاب، كتاب ماريو باز، كتاب المعتمد في جامعة العلوم والتكنولوجيا، في كتب ثانية Dynamic of Structure لعلماء ثانيين، كلهم نفس الإشي. طبعا هتلاقي فيهم أسئلة أكثر، ممكن بكونوا أصعب شوي، بس إحنا بدنا نحاول إنه نشرح من هذا الكتاب اللي هو الكتاب المعتمد عندنا. ثانيا المادة هاي كثير مهمة، لأنها راح تكون مقدمة عن الزلازل. يعني احنا مش راح نحكي عن الزلازل هون، طبعا هاي المادة ما لها علاقة بالزلازل، بس الكونسبت اللي راح نتعلمه بهاي المادة بكون مهيئ لنا ان نقدر ندرس الديزاين فور earthquakes. يعني احنا ما بنقدر ندرس تصميم المباني للزلازل الا ندرس الاستراكشرال دايناميك، لانه احنا بدنا نعرف كيف حركة المنشأ، كيف حركة المنشأ بتكون، وعلى أي أساس المبنى بتحرك لو تأثر لفورس، وحسب أنواع الفورس، فإن عدة أنواع الفورس، الهارمونيك لودينج والإمبلس لودينج وإلى آخره. فعنا كثير بدنا نعرف كيف نتعامل مع المباني وشو أنواع الحركة. طبعا المادة مكونة من عدة شباتر، المادة راح ندرسها شباتر مخربطة، يعني مش مثلا نبلش شابتر 1 نخلص بعدها 2 بعدين 3 بعدين 4 وهكذا، لا، يعني ممكن ندرس 4 5 بعدين ننزل ل 21 بعدين نرجع لمثلا 4 ونرجع ل 6 والى اخره. هني الفكره انه نشرح مواضيع احنا مش ماده. يعني فاول بارت في الماده بيحكي لي عن structures models as a single degree of freedom. تمام، سنجل ديجري اوف فريدم زي اللي بنحكي عنه، انه المباني من طابق واحد. طبعا لها تعريف معين، هي طبعا موجود باول كلمه، راح يكون باول فقره بالكتاب، بس احنا بنمثلها انه سيستم معين، ولنفرض انه سلاب او مثلا طابق مكون من عده اعمده، ان شاء الله 1000 عمود. هذا العمود مكون من سلاب واحده، مكون من سلاب واحدة، ماس واحدة، كتلة واحدة. فبالتالي هاي الماس هي عبارة عن ايش؟ هي اللي بدنا ندرسها. يعني لو كان عندي تو ماس ما راح نكون سنجل ديجري اوف فريدم، لو كان عندي اكثر من تو ماس بكون عندي طابق ثاني وهكذا، وفي عندي سلاب ثانية، فهذا راح يكون عندي مالتي ديجري اوف فريدم، ممكن سكند ديجري، ثيرد ديجري، فورث ديجري، او نسميه شير بيلدينج والى اخره. راح يكون البارت الثاني من الماده. فالبارت الاول راح نحكي عنه، عن السنجل ديجري اوف فريدم، كيف احنا نعمل موديل لسنجل ديجري اوف فريدم وكيف نحل. تمام، هسه في عده سكاشن بالشابتر هذا، شابتر 1 زي ما حكينا. هسه شابتر 1 راح يحكي لي عن الاندامد سنجل ديجري اوف فريدم. مثل ما بنعرف انه احنا لما نيجي نصمم للزلازل احنا في عده اشياء نقوم فيها للزلازل. ممكن نحط قواعد متحركة، يعني في فيديوهات إلها لو تشوفوا كيف قاموا الزلازل صاروا بالوضع الحالي. مباني ممكن يكونوا مثلا برج معين أو مبنى مكون من طوابق عالية، بلاقي على السطح في دائرة زي هيك كبيرة زي هيك، هاي الدائرة أو كرة معدنية، هاي كتلتها كثير عالية. هاي شو بتعمل؟ بتقاوم حركة الزلزال. وبرضه كمان في قواعد متحركة، بحيث لما يصير الزلزال احنا بنعزل المبنى عن القواعد، يعني المنزل مبنى عن القواعد، فهي لما يتحرك المبنى بتحرك القواعد، بس المبنى ما بصير فيه حركة قوية. شفنا كثير فيديوهات لما صار في زلازل الفترة الماضية. طيب مثل ما حكينا degree of freedom تعريفه هون بالتفصيل، وكثير بحكي لنا كمان انه continuous structure في عنده infinity degree of freedom، بس زي ما حكينا احنا بنشتغل degree of freedom لماس واحدة.
هاي عدة أنظمة لسنجل ديجري اوف فريدم. يعني إذا إحنا شفنا بيم واحد كيلو ماس واحدة، ماس بيم عليه ماس وعليه فورس، فورس اف تي، اف اوف تي اقتران، يعني فورس بدلالة الزمن، فورس بدلالة الزمن اللي هو راح يكون ان هذا بشابتر 3 ان شاء الله، فورس بدلالة الزمن شابتر 4 راح نبلش نشتغل اذا عندي فورس بدلالة الزمن، يعني بيزيد مع الزمن بقل مع الزمن والى اخره. احنا بالمواد السابقة كلها ايام البكالوريوس كنا ناخذ فورس ساكن، بس احنا بنحكي عن دايناميك، فكل شيء فيه له علاقة بالحركة والإزاحة والى اخره. يكون عندي بيم سيمبل بيم ولا كانتيليفر بيم، فهذا عبارة عن ايش؟ عبارة عن سنجل ديجري اوف فريدم. او كان عندي مبنى مكون من عمودين مثلا، او طابق مكون من عمودين في له ماس مكون من فورس، فهذا برضه سنجل ديجري اوف فريدم. فبالتالي هذا الشيء اللي انا كنت احكي عنه سابقا. طبعا رمز اليو ممكن انا اسميه واي وممكن اخليه يو يعني زي الكتاب، بس احنا بالعاده بنسميه واي، ممكن نسميه اكس، الاصح نسميه اكس لانه هذا اتجاه محور اكس، هذا اتجاه محور واي، بس احنا نمثل الحركه حسب الكتاب بمحور يو، يعني اسمه يو، اسم يو يعني الحركه. فاحنا كل هدفنا نحسب اليو هاي بالماده عشان نشوف قديش المبنى بتحرك، طبعا مع عده اشياء ثانيه مش هدفنا لحاله. فاليو هاي هي الريسبونس، يعني لما صرت تقرا كلمه مساله تيجي تحكي ريسبونس او امبليتيود، امبليتيود يعني لما نيجي نحل مسائل راح يجي ديترمانت ريسبونس، ديترمانت امبليتيود، فبدك تعرف انه الامبليتيود او الريسبونس هي اليو. فاحنا بدك تعرف بالمادة أهم شيء إنك تكون فاهم إنه undamped single degree of freedom، يعني لما في الكرة هاي اللي حكينا عنها إشي ال undamped، يعني ما في عندي مقاومة للمبنى، مبنى حاله صافي ما فيش أي إشي من مقاومة الزلازل أو مقاومة الحركة، هي ال undamped. فبالتالي بدنا نعرف الحركة كيف بدها تكون، بدنا نتعلم هذا الإشي. ثاني إشي راح نتعلم إذا كان عندي damped، بعدين اذا عندي اندامد في فورس، بعدين داند اذا في فورس، يعني احنا راح نتعلم هذا الشيء بدون فورس بعدين مع فورس وهكذا، فراح نصير نتعلم كثير شغلات. هسه بقول لي السنجل ديجري اوف فريدم هذا راح نسمي، راح بهمني عده مصطلحات. اول مصطلح الماس اليمنت اللي هي الام، اللي هي بتحكي لي عن كتله المبنى، الماس وزن، يعني سلابه كم كتلتها او كم وزنها، كم الوزن او الماس، خزان مي قديش وزنه وهكذا. سبرينج اليمنت اللي هو الستيفنس، بدك تركز الكي اخذناها كثير هي الستيفنس، وتعريفها كان في الاستراكشر زمان، استراكشر 1 او استراكشر 2، الكي هي الستيفنس، والستيفنس كنا نحكي هي عباره عن الفورس، عباره عن خلينا نكتبها بالعربي، هي القوه الناتجه عن ديفليكشن او ازاحه قيمته واحد، 1 سنتي 1 ملي والى اخره. يعني احنا لما نيجي نطبق قانون، يعني بنعرف انه احنا الكنتليفر بيم، بنعرف انه احنا الكنتليفر بيم بصير له ازاحه بمقدار دلتا، مقدار دلتا، واحنا بنعرف انه قانون الدلتا هذا هو عباره عن اذا عندي لود مركز اسمه بي، فهو عباره عن البي ماكس، طبعا احنا بنحكي هو بي في التكعيب على 3 اي اي، احنا هيك بنعرف قانون الديفليكشن. لا لا ايام ستراكشر 1 لازم تكون حافظهم، مش حافظهم بدك تشتقهم بالامتحان، كيف بدك تشتقهم؟ تحلهم بطريقه الكونجوجيت ميم او المومنت اريا ثيورم او الدبل انتجرال والى اخره. ايام ستراكشر 1 هاي بي وهاي ال، بدنا نرسم له مومنت ديجرام، مومنت ديجرام طبعا هاي ام قيمته بي في ال الرياكشن، فبالتالي هذا المومنت له بده يكون بالشكل التالي بي في ال. وبعدين لو بدي احله على الكونجوجيت بيم بدي امسك المثلثات تخلي الفيكست فري والفري فيكست، فبالتالي راح يكون عندي مبنى زي هيك، هذا بي في ال، هذا اللود على اي اي طبعا، وهذا طوله ايش ال، فبالتالي الرياكشن اللي هون رياكشن مومنت هو عبارة عن الدلتا. طب شو قانون المومنت هذا؟ اللي هو اللود نسميه اف مثلا ضرب ال على 2 اللي هي نص القاعدة في الارتفاع، وتركيزه ببعد كم؟ ثلثين عن الزاوية القائمة، هذا اللي هو المومنت. فبالتالي كم قيمة الرياكشن أو قيمة الدلتا؟ F في L على 3، ال F إيش هي؟ P في L، يعني صف عندي B 2 على 3 L كمان، صف عندي P في L في L في L على 3 إي آي، يعني P L تكعيب على 3 إي آي. كيف أنا حسبتها؟ كونجوجيت ميم أو مومنت اريا ثيوريم، اي طريقه انت بتحبها، اي طريقه انت بتحبها. طيب
انا اشتقيت لك بس هذا القانون، القوانين الثانيه خلص اعطيك اياهم جاهزين يعني. طيب حكينا عنها، فبالتالي الاستيفنس لما بدي احسب الاستيفنس دائما باخذ قاعده، يا بعطيك اياها جاهزه يا بطلبها، يا انه انت بتحسبها. كيف بحسبها؟ كل بساطه قلنا هو الفورس الناتج عن ديفليكشن 1 كيلو نيوتن، يعني او عن واحد، يعني بدي امسك هاي ساحه 1 يونت واحد واطلع البي، كم البي؟ بدي تكون عندي 3 اي اي على ألتا كي، وال بي بنسميها كي، نقول ان الستيفنس الناتج عن 1 كيلو نيوتن. فكي بتكون للكانتيليفر بيم او للفيكست بين كولوم، فيكست بين كولوم بدها تكون 3 اي اي على ألتا كي. بس هي هي كل الفكره، هي هي كل الفكره كيف نحسب الكي. السبرينج اليمنت، الدامبنج اليمنت، هذا اذا عندي دامبنج قلنا عنه هو الفريكشنال كاركترستيك اند انرجي ديسبيشن اوف ذا ستراكشر، اللي هو اللي بيمتص الطاقه واللي بيعمل فريكشن للمبنى، اللي بيقاوم الحركه. عشان هيك لما نيجي نحل، لما نيجي ناخذ الماده احنا رح نحكي عن الدامبنج والاندامبد، الاندامبد سيستم والدامبد سيستم، رح نلاقي قيم الفريكونسي وقيم الزمن اقل بالدامبنج. الاكسايتيشن فورس هي الفورس المؤثره على المبنى، الاكسترنال فورس. طبعا رح نحكي عن فورس بدلاله التايم، فورس بدلاله التايم. فبالتالي المبنى احنا كسنجل ديجري اوف فريدم بنمثله من ايام الدايناميك، مثل ايام الدايناميك هو ماس متحرك تجاه الاكس او الواي والى اخره، اف اوف تي، وعندي سبرينج اليمنت ودامبنج اليمنت. بس لو احنا بنحكي عن تشابتر 1 اللي هو اللي ما في دامبنج بنعتبر السي زيرو، ما فيش سي. فشو صف عند المبنى؟ كي واف اف تي، كي في اف تي. بس شو الفكرة؟ الفكرة نحن نطلع الريسبونس اللي هي اليو اوف تي، اليو نطلع اليو. كيف نطلع اليو؟ بقول لك بتعمل equation of motion، عندي ماس. هسا الاف اوف تي بدناش اياها، ليش؟ احنا بدنا نحكي مبدئيا بالشابتر، بدناش اياها بهذا الشابتر. هسا بالشابتر الجاي، بالشابتر الجاي رح نحكي عن الاف اوف تي، رح نحكي عن الدامبنج. بس انا قاعد بقول لك بدنا نحل وكأنه ما في فورس. فبالتالي شو الفورس المؤثر على هذا الجسم؟ راح بديش محور واي، بدي محور اكس، راح تقول لي عليه فقط قوة الزنبرك اللي هي كي في يو، وفي عليه تسارع حسب مبدأ دي، مش عارف شو اسمه، دي لامبرت برنسبل، انه انا بحط، اني انا بحط اكسلريشن، قوة انيرشال فورس اللي هي الاكسلريشن بالاتجاه النيجاتيف للمبنى. فبالتالي بيكون عندي انا فرض الواي اوف تي هيك، ترى كيف النيجاتيف هيك، راح يكون عبارة عن ايش؟ التسارع او قوة التسارع ام في ايه؟ بالتسارع بدلالة الزمن شو قانونه؟ يو دبل دوت، او اللي هي ايه، بس احنا ما راح نسميها، نخليها يو دبل دوت. فبالتالي بدي اعمل سيجما اف اكس يساوي زيرو اللي هي دايناميك اوكوليبريم اسمه، راح احكي ام في يو دبل دوت زائد كي في يو يساوي زيرو. هاي هي الفكرة. طيب لو فرضنا انه عندي فورس مكان الزيرو بكون اف اوف تي. طب لو فرضنا انه عندي دامبنج، بسيط على المعادله، الدامبنج معادلته سي في يو دوت، السرعه في السرعه في المسافه، السرعه في الدامبنج بتعطيك الفورس تبعت الدامبنج، وهكذا. عشان هيك احنا بشابتر 2 رح نحكي سي يو، سي يو دوت طبعا بدون اف دوت، وبشابتر 3 رح نحكي هاي المعادله فيها اف اف تي، وبشابتر 4 او نهايه شابتر 3 رح نحكي عن معادله فيها سي يو اف اف تي. فبالتالي احنا صفت المعادله الاساسيه اللي هي ايكويشن اوف موشن عباره عن هاي المعادلة اللي هي الام يو دبل دوت زائد كي في يو يساوي زيرو. هاي هي المعادلة الأساسية. هسا الهدف منها إن نرجع لمادة الرياضيات أو المعادلات التفاضلية نحسب قيمة يو أو السوليوشن ليو حسب معادلات الهاي، ونعرف إنه إحنا من أيام الرياضيات إنه هاي المعادلة هي عبارة عن لينير إيكويشن سكند أوردر، لأنه عندي يو دبل دوت ولأنه هذا الحد زيرو نن هوموجينيوس، فحلها بيكون سهل جدا، سهل جدا. حلها راح نحكي عن حلها او بعطيك اياه جاهز، ما في اي مشكله. بس هي الاشتقاقات نوعا ما هي مهمه، بس في قوانين، يعني مباشره لما نحكي عن اندام سنجل فريدم بدون فورس بنسميه فري فايبريشن، فري فايبريشن. يعني احنا لما نسمع عن كلمه فري فايبريشن هي نفسها اندام سنجل ديجري اوف فريدم without force free vibration and single degree of freedom without force. فايش معادلة الـ equation of motion؟ هيها هاي الـ equation of motion، هاي هي كل الفكرة
في هذا الشابتر، ان نعرف نطبق هاي المعادله ونطلع المصطلحات الاساسيه. هذا الشيء كله انا حكيته هون، هي الانداب سيستم، حكينا عن الانداب سيستم طبعا مثل ما حكينا بدون فورس. هسه بدنا نعرف في مصطلح عندي السمبل اندامد اوسيليتور شو يعني. هسه الفكره انه احنا المباني عندنا يعني مبنى زي هيك تاثر لقوه زلزال من القاعده اللي تحت، فترى شو بصير من المبنى؟ صار يتارجح زي هيك، يروح ويجي يروح ويجي ويروح ويجي بسبب الفورس تبعت الزلزال. فبالتالي هاي الروحه والجايه هي حركه اوسيليتور، حركه رايحه جايه رايح جاي رايح جاي. فبالتالي اغلب الفورس اللي راح نتعامل معه راح يكون اقتران ساين او كوساين. ليش؟ لان رسمه الساين اوف كوساين تكون زي هيك، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. بالتالي كل الماده راح تلاقي انه كل الرسمات عندي زي هيك. تمام. طبعا في عندي انيشال كونديشن، راح نعتبر انيشال كونديشن عاده انه السرعه زيرو المسافه زيرو، الانيشال كونديشن، ونحل. طبعا عادي ممكن نجيبها لك قدامنا. فبالتالي عندي السيستم يكون عمله زي هيك او عمله زي هيك فوق، طبعا نفس الحل ما بفرق. طبعا بحكي لي هون انه الفورس زي هيك، هون حسب انواع الزمبرك عندي هارد سبرينج رسمته بتكون زي هيك جايه، او لينير سبرينج هو اللي نازل زي هيك. احنا بالعاده رح ناخذ عن اللينير سبرينج، اللينير سبرينج، اللينير سبرينج اللي هو القانونه كمعادله خطيه اف يو، مش اف يو، انه الفورس تبعت السبرينج بتكون الستيفنس تبعه في يو، يو اللي هي واي، يو اللي هي واي، لينير سبرينج هيو كيف يو. طيب راح نحكي عن السبرينج ان سيريز اور بارلل. طبعا سنجل ان سيريز اور بارلل بهمنا هذا الاشي. ليش؟ زي ما حكينا ممكن يكون عندي مبنى مكون من طابقين، اذا انا هاي الماس تبعتي في عليه ستيفنس من هون وعليه ستيفنس من هون. هسا احنا قلنا بنمثل المبنى، يعني هاي ماس، بنمثل المبنى كزنبرك، كزنبرك. فهذا الزنبرك ايش بده يكون؟ هذا هو نفسه العمود. فلما يكون عندي عمودين يكون عندي زنبركين، لما يكون عندي بيم مربوط في ماس والماس نهايتها مربوط ماس ثاني، مش ماس، وزن، وزن وهذا ماس. فبالتالي انا عندي هذا بكون ريجيد بالعاده. ريجيد يعني ايش؟ له اي واي، يعني له ستيفنس، له ستيفنس، وهذا كمان الوزن له ستيفنس. فعندي كي 1 وكي 2، فعندي 2 ستيفنس. هذول شو مالهم؟ واصلين مع بعض، هذول واصلين بشكل سيريز، اما هذول واصلين ببعض بشكل بارالل، توازي، شكل بارالل اللي هو التوازي. فشو بيقول لي؟ بيقول لي انا اذا عندي مربوطين في حاله البارالل التوازي يكون الكي ايكوفيلنت، احنا بالعاده بدنا نمثلهم لزنبرك واحد عشان نقدر نحل، لانه احنا شو معادله الايكويشن اوف موشن؟ ام في يو دبل دوت زائد كي في يو. فبالتالي الكي اللي هون بدها تكون كي ايكوفيلنت، كي ايكوفيلنت هاي هي الكي اللي بدنا ناخذها. فشو الكي ايكوفيلنت بتكون في حاله البارالل؟ حاصل جمعهم في حالة السيريز تكون هذا القانون، واحد على كي اكوفلنت يساوي واحد على كي 1 زائد واحد على كي 2. فبعد ما توحد مقامات راح تكون عبارة عن كي 1 في كي 2 على كي 1 زائد كي 2. ممكن تختصرها بمعادلة هي مجموع الكي ضرب كي، طبعا يعني مجموع الكي في نفسهم على مجموع الكي نفسهم. تمام؟ انت تقدر تقول زي هيك مجموع الكي ضرب كي، يعني لو عندي ثلاث سبرنج سيريز، يعني في عندي هون كمان واحد كي 1 في كي 2 في كي 3 في كي 4 في كي 5 والى اخره، على كي 1 زائد كي 2 زائد كي 3 زائد كي 4 زائد كي 5 وهكذا. طبعا القانون من وين اجى؟ من انه اشتقاق. كيف يعني اشتقاق؟ اشتقاق الفورس، انه انا هون عندي زنبرك وزنبرك ثاني وعندي فورس. طيب شو فورس الزنبرك او شو الازاحه بدها تكون اليوم؟ بي على كي. احنا بنعرف انه الفورس شو هي؟ كي في يو. فشو اليو؟ بي على كي. فبصير احكي انه والله البي على كي دلتا يو هاي للسيستم كامل بدها تكون دلتا يو للاول زائد دلتا يو للثاني. فشو بيكونوا؟ بطبق القانون بي على كي زائد بي على كي، فبالتالي بيطلع معي قانون الايكوفيلنت بي مع بي مع بي بتطير، واحد على كي ايكوفيلنت وواحد على كي 1 زائد 1. وهون نفس الشيء، يكون عندي سيريز إزاحتهم متساوية. هسا هذا المبنى زي هيك، إزاحة هاف نفس إزاحة هاف، مش إزاحة الاثنين مع بعض. بالتالي شو بصير الكي إيكوفيلنت؟ شو بتكون البي تبعتهم؟ بتكون زنبركات زائد زنبركات، زنبركين. تمام؟ بكون عندي حاصل
زنبركين، شو بعمل؟ نفس الاشي، بيع لك ايه بيع لك ايه، انا سويت الفورس هون في بعض، بالتالي صار اليو وحاصل جمعهم، تمام؟ يعني زي هيك. دقيقة بس، مثل ما حكيت بالضبط انه انا عندي الفورس هاي تحصل جمع الفورسين، فبي بتتساوي الفورس الزنبرك الاول K1 في U1، الفورس الزنبرك الثاني K2 في U2، هم الاثنين لهم نفس الازاحة، فيو مع يو بتطير، فالبي تبعتي شو تكون؟ طبعا البي تبعتي من كي اكويفالنت في يو، كمان يو مع يو بتطير، فكي اكويفالنت تساوي K1 زائد K2. فدائما خلاص احفظهم البرر الجمع والسيريز اللي هو مضروبهم على حاصل جمعهم. ايوه طبعا، هو هي ان برر مجموع الكي وان سيريز واحد على كي اكويفالنت تساوي هاي، او اللي انا حكيته. تمام. طبعا نيوتن لو اوف موشن حكينا عنه، سيجما في تساوي ام في ايه، وحكينا عن طبعا اذا عندي انا اشي دوراني فهو ماس مومنت اوف انيرشيا في الفا اللي هو الانجولار اكسلريشن. ما راح نحكي عن الدوران بهذا الشابتر، يعني اذا عندي بنادول وما بنادول ما راح استعمله. في الفري بودي دايجرام حكينا عنه، طبعا هون الفري بودي دايجرام احنا ممكن نحل انه عندي رسمتين زي ايام الدايناميك، رسمة فورس ورسمة اكسلريشن. رسمة الفورس انا عندي هون كي في يو حسب السيستم اللي درسناه قبل، وهون عندي تسارع بنفس الاتجاه ام في يو دبل دوت. فبطبق المعادلة انه مجموع اف اكس مثلا يساوي ام في اي، تمام؟ مجموع اف اكس بيساوي ام في اي، او اني بفرض التسارع باتجاه الثاني وبحل، فبطلع ايش؟ زي ما حكيت، حاصل جمعهم، حاصل جمعهم بيساوي صفر. او بطبق مبدأ دي لامبرت برينسيبل، دي لامبرت، دي لامبرت كأنه ايوه دي لامبرت برينسيبل. شو بقول لي؟ بقول لي انه احنا هذا السيستم دايناميك اكوليبريوم، هيو بقول لي هيو فورس 1.6 سي، هاي 1.6 سي، بقول لي shows that free body diagram inclusion of the inertial force mu double dot the force is equal to the mass multiplied by the acceleration. أكيد القوة الفورس تكون الآن في التسارع، and always should be directly negatively with respect to the corresponding coordinate، لازم يكون سالب الحركة. فهذا هو مبدأ. فبالتالي بنرجع بتحكي نفس الشيء، بجمعهم مع بعض بطلع نفس السلافة، مي هاي نفس اللي كانت هناك، بس هي كل الفكرة. طيب show that the differential equation for a body vibrating along the horizontal axis in 1.7a، هاي 1.7a و b و c و d، يعني أول الأشكال هو بده 1.7b، وين 1.7b؟ هذا بقول لي إنه اثبت المعادلة إنها بتتساوي m u double dot زائد k فو يساوي زيرو. طيب هاي المعادلة شو بقول؟ بطبق نفس الفكرة، مبدأ دي لامبرت برينسيبل. أنا عندي هذا السيستم نازل زي هيك، هاي الماس، هاي الكي في يو، وأنا عندي السيستم اليو تبعته نازلة لتحت، فبالتالي بطبق مبدأ دي لامبرت برينسيبل إنه أم في يو دبل دوت، فحاصل جمعهم شو بساوي؟ زيرو. بس هي كل الفكرة. طبعا هو شو عمل؟ احنا هيك شرحت هسه، هو شرحها بطريقة ثانية انه حل هذا الاشي، انه الكي تبعتي هي الانيشال كونديشن، الكي يعني القوة الزنبركية، اليو تبعت الانيشال كونديشن زائد اليو اللي نزلها، وبتساوي الوزن زائد كي في يو. شو الوزن زائد كي في يو؟ اللي هو حاصل جمع الفورسين. طبقهم، ايوه طبقهم، وزن مع وزن بتطير، فبتصفي سالب بالسالب بصيروا موجب، من كتهم الطرف الثاني بتصفي نفس المعادلة، واللي هي نفس المعادلة ايه؟ يعني كله نفس السرعة. في خلص يعني هيك خلص بنستنتج كالتالي انه ال mu دبل دوت زائد كي في يو يساوي زيرو. هاي معادلة خلص احفظها زي اسمك، هي معادلة undamped single degree of freedom في حالة ايش؟ free vibration، يعني without force. بس احفظها زي هيك، undamped single degree of freedom without force. طبعا املاء خطأ، كنت مستعجل بالكتابة وبس. فهسه بضل علينا تكملة الشابتر ان شاء الله، راح نعرف كيف نحل المعادلة، راح اشرحها بشكل سريع، او تكون فصلها دف بفصلها بالتفصيل، دف 1 اوميجا واي والى اخره.
بحيث انه نوصل المعادله، بس انت حاول تستفز اشتقاقه ليش؟ يعني اسرع لنا، مش هنفصل كثير التفاصيل، وبس نحل المعادلات ونحل امثله قد ما نقدر ان شاء الله، اللي هي نحكي عن الفريكونسي وعن البيريود. بس احنا ما بنحاول نطول الفيديوهات، يعني مده الفيديو هون 25 دقيقه، نخلي الفيديوهات هيك نص ساعه، ونحل ان شاء الله الامثله. ويعطيكم العافيه.